هنبدأ من الليجا على طول. ابدأ بالليجا. برشلونة كان ماشي زي الفل وست سبع نقط زيادة صح. عن ريال مدريد، وفجأة خسارة ثم تعادل مع سيلتا فيجو 2-2، وغياب لامين يامال. مع كل غياب بيحصل دروب للفريق صح. الناحية التانية ريال مدريد فوزين متتاليين وعنده مباراة متأخرة مع فالنسيا. مظبوط. معنى كده انه حسابيا لو ريال مدريد كسب الماتش ده فرق نقطة، هيبقى الفرق نقطة فعليا. يعني بعد الكلاسيكو كل الناس كانت بتتكلم ان خلاص برشلونة اللي هو القطار السريع وهانز فليك، والدوري تقريبا الناس بدأت تتكلم الدوري اتحسم من شهر نوفمبر. لكن فعليا ده اللي كان يعني عمليا، وعلى حسب بقى الكورة وعلى حسب سكواد كل فريق، كان ممكن جدا ريال مدريد يرجع. أوكي. لعدة اسباب. طبعا احنا بنتكلم ريال مدريد فريق قبل الموسم كان كل الناس بتتكلم اللي مين هيوقف ريال مدريد، مش بس في الليجا لكن في دوري الابطال. يعني لو انت كنا مثلا في شهر اغسطس بعد ماتش اتلانتا بالتحديد، كانت العناوين الرئيسيه في كل الصحف مش مين اللي هيكسب الليجا، لا مين اللي هيلعب مع ريال مدريد في نهائي دوري الابطال. فبرشلونه اللي بدا الموسم بطريقه ما كانتش متوقعه بالمره، خاصه ان سكواد برشلونه مش كبير زي ما انت عارف. مظبوط. في يعني حتى هانز فليك بعد الماتش قال ان سكواد برشلونه هو اصغر سكواد في الدوري الاسباني الموسم ده، اقل سكواد تقريبا على مستوى العناصر الاساسيه والبدلة، وبالتالي هو ده اللي هو الكوره بقى اللي هو 100%. لو لعيب كبير او لعيب في التشكيله الاساسيه مصاب او مش جاهز، برشلونه هيعاني. صح. وده اللي حصل بالنص. طبعا برضو عايز اقول ان جدول الدوري كان برضو عامل اساسي في كده، يعني برشلونه طلع ماتشين صعبين اللي هو سيلتا فيجو وريال سوسيداد، حتى مع فريق برشلونه التاريخي كان دايما في البلايودوس وملعب صح ريال سوسيداد برشلونه بيعاني. اوكي. ففعليا الجدول مع اللي هو نقص الاسكواد مع اصابه لامين يامال، كل فرق. الامور دي فرقت جدا. وبرده في نفس الوقت فوزين على التوالي ريال مدريد خلى الفارق على الورق نقطه، لكن هو يعني رقميا اربع نقاط. بس خليني قبل ما تسترسل وتكمل في الحالات اخد لك الطرح الثاني. اتفضل. ان ريال مدريد مع القائمه المدججه بالنجوم هجوميا، لكن بقيه الفرقه كلها مصابه. دي برضو حاجه كارباخال في لوكاس فاسكيز في مفيش لعيب، يعني انت اي حد بيلعب في اي حته دلوقتي فعليا. برضو اللي هو زي ما شيء بالشيء يذكر، زي ما انت قلت اللي فعليا ريال مدريد قبل الموسم حاجه ومع سير الموسم صح. كان حاجه تانية خالص. ريال مدريد عندها كمان يعني مشكله تانية اللي هي مشكله بدات انتقادات كبيره للجهاز الطبي والجهاز الفني لانشيلوتي، اللي هو فعليا بقى فيه اصابات كتيره جدا. احنا بنتكلم حتى النهارده واحنا بنتكلم فينيسيوس جونيور مثلا خد 3 اسابيع. مصبوع. فده حاجه مش متوقعه. ففعليا ريال مدريد يمكن بقى ميزه برشلونه اللي بتخليني شايف ان الفريقين هيكملوا مع بعض راس براس لحتى اخر الموسم، ان زي ما البارسا السكواد بتاعه قليل، ريال مدريد صحيح السكواد بتاعه كبير لكن عنده كم اصابات صح. كبيره جدا. وبالتالي انا بشوف فرق النقطه ده ممكن ريال يعني يعديه، ممكن برشلونه يخليه 3 او 4. لكن الشيء المؤكد ان الليجا مش هتحسم. يعني مش هنقول مين هيبقى بطل الليجا قبل شهر ابريل او مايو، ودي ميزه الدوري الاسباني الموسم ده، ان يعني مثلا الليفر فارق 8 نقط عن مانشستر سيتي، لكن برشلونه وريال مدريد على حسب الظروف اللي حصلت السنه دي هتخلي الدوري نقول يعني مولع لحد على الاقل فتره الحسم في الدور الثاني. ممكن لغايه ما نعرض اللقطات اللي انت عايزها بكل تاكيد، لكن انا بشوف ان الخبرات بقى هنا تفرق. طبعا. يعني لو انت هنا في اصابات هنا في اصابات، في مشاكل في السكواد في الاثنين، لكن خبرات لعيبه ريال مدريد وانشيلوتي طبعا مختلفه اكيد عن لعيبه صغيره في السن واول سنه في الليجا لهانز فليك. طبعا ده دي حاجه اساسيه اللي هو حته الخبره، حته النجوم الكبار، حته حتى اللي هو الثقه. يعني ريال مدريد مثلا الموسم الماضي كسب الدوري ودوري الابطال، فبالتالي الضغوط عليهم اقل. لكن برشلونه طالع من موسم كان صعب، فتره تغيير مدربين، فبالتالي انت اي سكواد كمان صغير في السن مش بس اللي هو قليل، لكن دي بتخلي الضغوطات اكبر على برشلونه. عشان كده انا بشوف الوضع الحالي للبارسا اللي هو متقدم بنقطه او 4 او 2 ده يعتبر يعني عامل ايجابي لهانز فليك والفرقه، لان قبل الموسم محدش خالص كان متوقع كده. وبالتالي اهم حاجه بالنسبه لبرشلونه اللي هو يستعيد ذاكره الانتصارات بسرعه، لان زي ما انت قلت اللعيبه الصغيرين في السن لما بينضغطوا اكتر الفريق ممكن العقد زي ما بيقولوا ينفرط، فبالتالي وقتها هتبقى في ازمه كبيره للبارسا.